من اول ما فتحت عيني على كوره وانا بشوف ايطاليا واحده من اهم الدول في عالم كره القدم، وقدمت لنا اساطير يعني كتير جدا واسماء كبيره جدا قدرت انها تصنع المجد لايطاليا، بدايه من باولو روسي، كنت صغير ساعتها ما كنتش كبير قوي يعني، مرورا بقى باسماء كتيره جدا، روبرتو باجيو، من بعد باجيو كان في مثلا جان فرانكو زولا، كان في اليساندرو ديل بييرو، كان في توتي وغيرهم وغيرهم من النجوم. الحقيقه حققت معاهم ايطاليا مسيره محترمه جدا. غابت الاساطير او غابت الاسماء، تراجعت ايطاليا بشكل كبير جدا، ثم عادت للظهور بشكل اكثر من رائع في النسخه الحاليه من اليورو، الحقيقه تحت قياده مانشيني اللي قدم الحقيقه ايطاليا بشكل مختلف، وبعد تماما عن المفهوم المتعارف عليه انه ايطاليا صاحبه المدرسه او صاحبه النظريه الدفاعيه في الكره في العالم كله، وقدم كره اكثر من رائعه بجيل جديد من المنتخب الايطالي. هنتكلم اكثر مع جويدو فاتشاجو وهو رئيس تحرير توتو سبورت الايطاليه، وبرده كمان احد المسؤولين الحقيقه عن المركز الاعلامي لواحد من اكبر الانديه الايطاليه وهو نادي اليوفنتوس. بدايه طبعا اهلا بيك على شاشه النادي الاهلي، وبشكرك على وجودك معنا في السادسه. Buonasera a voi. مساء الخير على الجميع، شكرا لكم. خليني سينيور جويدو ابدا معاك بمسيره المنتخب الايطالي ونجاحه في تحقيق العلامه الكامله تحت قياده مانشيني طبعا في اليورو، ده كان شيء متوقع في ايطاليا ولا بالنسبه للايطاليين نتائج ايطاليا في دور المجموعات كان مفاجاه؟ في حقيقة الأمر منتخب الإيطالي قدم مباريات في غاية الروعة في العام الأخير، في آخر الأعوام بالنسبة لتصفيات كأس العالم وتصفيات البطولة الأوروبية، وكانت مجموعته صعبة جدا، وشفنا كده مع تركيا وكلنا توقعنا أن تركيا كانت تقدم أداء أقوى من المنتخب الإيطالي في المباراة الافتتاحية. إذا كنت تريد التحدث عن أن مستوى المنتخب الإيطالي كان مفاجأة لنا، أستطيع أن أقول لك ليس بالأمر الصعب كما توقعون. إيطاليا منتخب كبير وكنا نتوقع أن تقدم أداء، لكن أن تفوز بثلاث مباريات بدون أن تقبل أي من الأهداف هذا كان مفاجأة لنا. يجب أن أكون صريح، لم نتوقع أن تفوز إيطاليا ثلاث مباريات بدون أن تقبل أي من الأهداف. إيطاليا تقدم أداء جيد، وهذا يجب أن نشكر مانشيني المانسو الذي قدم أداء بهر العالم. هي الأسباب اللي أدت نجاح إيطاليا مع مانشيني، يعني خصوصا أنا مش بس بتكلم كمان على مستوى النتائج، لكن هو فاجأنا كمان الحقيقة بمستوى رائع من الأداء، اتغير بيه شكل أو الانطباع السائد عن الكرة الإيطالية وأنها كرة بتعتمد على المهام الدفاعية أو التاكتكس الدفاعية أكتر منها هجومية، وقدم أداء أكتر من رائع. Io credo che il segreto sia stato quello di aver trasformato la nazionale. أنا أقول لك شيء تستطيع قناة الأهلي أن تنفرد به. السر هو أن روبرتو مانشيني قام بتغيير الكاتناتشو الإيطالي إلى التيكي تاكا الإيطالية. وهذا ما ظهر في مستوى المنتخب الإيطالي. الأداء الذي يقدمه روبرتو مانشيني هو من ساعد إيطاليا وليست عوامل أخرى. العامل الأهم هو روح الجماعة بين اللاعبين، وهذا ما خلقه أيضا روبرتو مانشيني. فإذا تحدثت عن العوامل، روبرتو مانشيني هو العامل الرئيسي في ظهور منتخب إيطاليا في هذا الأمر. روح الجماعة من اللاعبين، الجرينتا العزيمة الإيطالية التي تشتهر بها إيطاليا والأندية الإيطالية، فمجموعة اللاعبين التي تقدم هذا الأداء يجب أن نشكرهم، ويجب أن نشكر مانشيني لأنه من قام ببناء هذا الفريق
هناك عوامل أخرى، أن روبرتو مانسيني اجتمع باللاعبين قبل البطولة بشهر فترة إعداد من أجل البطولة، وقام بتحفيزهم وقام بإرسال رسالة مهمة أن الجميع يريد أن يتذكر هذه الأسماء. العالم يتحدث وما زال يتحدث عن ديل بييرو، عن توتي، عن بعض اللاعبين. يجب أن تكتبوا مجد من أسماءكم للعام المقبل. طيب خليني عشان يكون طبعا التقييم مستوى الاداء موضوعي، خليني اقف معاك مع وجهه نظر لابد برضو انها تطرح او تتاخد في الاعتبار، وهي انه ايطاليا لم تواجه خصم عنيد. يعني مع كامل الاحترام طبعا للمنتخبات الثلاثه اللي واجهتها، ايطاليا، تركيا، سويسرا وويلز، فما فيش منهم منتخب من الممكن تصنيفه على انه منتخب كبير او منتخب قوي. دي نقطه. نقطه ثانيه انه ايطاليا لعبت الماتشات على أرضها. هل تتوقع أنه خروج إيطاليا خارج ملعبها ومواجهتها لمنتخب صاحب تصنيف أعلى من الممكن أنه يكشف أو يخلي المنتخب الإيطالي يواجه صعوبة أو ما يقدمش نفس المستوى أو الأداء؟ شكرا على هذا السؤال. بما يخص نقطة الجمهور قد تكون نقطة سلبية، لكن من يريد الفوز بالبطولة يجب أن يلعب تحت أي سماء وفوق أي أرض، وإيطاليا تملك العزيمة وتملك الروح، ونستطيع أن نلعب في آخر بلاد العالم من أجل الفوز بهذه البطولة. لكن إذا كنا هنلعب في ويمبلي أو هنلعب في اليانز أرينا في ميونيخ، إيطاليا لديها هدف وستقاتل عليه. لكن بالعودة لسؤالك الأول، أن إيطاليا لن تقوم بلعب مباراة صعبة أو لن تواجه مباراة لن تواجه فريق كبير. أستطيع أن أقول لك مع الاحترام لجميع المنتخبات الثلاثة، تركيا وويلز، لكن إيطاليا يجب أن الجميع لاحظ شيء مهم جدا، أن مستوى إيطاليا في البطولة يسير بخطى ثابتة. المشكلة لا نريد أن تقليل من المنتخب الإيطالي وبما قدمه. تركيا ليس بالمنتخب السهل، ويلز بما يملكه ليس بالمنتخب السهل، لكن أنا أقول لك انتظر إيطاليا أمام ألمانيا، أمام إنجلترا، أمام فرنسا، وأنا سوف نحكم الحكم الكبير بعد هذه المباراة. أنا هاجي للنقطة دي، هتكلم معاك طبعا على المنتخبات المرشحة، خصوصا بعد ما تابعنا كلنا المرحلة الأولى من البطولة وكوننا انطباع أو فكرة عن مستويات المنتخبات المشاركة. بس يمكن الجزئية المتعلقة بالمنتخب الإيطالي أو بالكرة الإيطالية، مش بس بالمنتخب الإيطالي، هي أنه الأرقام بتقول أنه الكرة الإيطالية تعاني في الفترة الأخيرة. يعني نسبة اللاعبين الإيطاليين اللي بيشاركوا في بطولة الدوري الإيطالي أو نسبة تمثيل اللاعبين الإيطاليين اللي بيشاركوا في الدوري الإيطالي لا تتعدى نسبة 39%، وفي نفس الوقت غابت اللعيبة الإيطالية عن الدوريات الخمسة الكبرى. فهل إيطاليا بتواجه مشكلة في تقديم وجوه جديدة، في تفريغ وتقديم مواهب للكرة الإيطالية ثم للكرة الأوروبية؟ الأمور صعبة جدا. أنت تريد مقارنة ديل بييرو وتوتي بجيل هذه الأيام؟ اللاعبين الذي ذكرتهم صنعوا تاريخ الكرة الإيطالية، ومن الصعب جدا أن نجد هذه الأيام لاعبين بحجم هؤلاء. لكن الآن أقول لك، نحن لدينا العديد من المواهب التي قد تكتب تاريخ في هذه البطولة الأوروبية، والتي قد تقود إيطاليا إلى كتابة المجد خلال بطولة اليورو وكأس العالم القادم. أنا عندنا باريلا، عندنا لوكاتيلي، عندنا إنسيني وتشيرو إيموبيلي من أهم اللاعبين لدينا، لكن نحن ننتظر منهم الكثير. العديد من الإيطاليين هذه الأيام يعول عليهم كثيرا، الجميع تحدث معهم، يجب أن تشطروا أسماءكم من التاريخ. أنتم شباب، لدينا أنكي لاسبادولي، لاسبادولي يتم مقارنته بباولو روسي، وهذا الشيء يمكن أن تأخذه للقناة حصريا، أن لدينا لاسبادولي كباولو روسي. المنتخب الإيطالي
ينمو وسيكون أحد أهم المنتخبات في العالم ليس في أوروبا فقط. بالنسبة لي يمكن على المستوى الشخصي بشوف أنه اللاعب البارز في منتخب إيطاليا واللي ليه دور كبير وبشوفه موهبة كبيرة جدا يمكن يكون ماركو فيراتي، بشوفه واحد من أهم إن لم يكن أهم وأفضل لاعب دايرة في العالم كله. بالمناسبة يعني إذا كان في تواصل ترسل لي تحياتي من على شاشة قناة النادي الأهلي. خليني أخدك لنقطة تانية متعلقة بقى بمواجهة الكبار، يعني شفنا أداء لبعض المنتخبات اللي رشحها بقوة للمنافسة على لقب البطولة، بتكلم عن منتخبات زي بلجيكا، فرنسا، إنجلترا وحتى ألمانيا. هل بتشوف انه يعني مواجهه المنتخب الايطالي لواحد من المنتخبات دي هتخليه يبقى يقدم نفس المردود نفس مستوى الاداء، عنده قدره على تخطي منافسين من العيار الثقيل، ولا المواجهات في الوقت ده او مع منتخبات من العيار الثقيل ممكن تكون صعبه ونشهد خروج للمنتخب الايطالي من اليورو؟ أنا أعتقد من الصعب مواجهة هؤلاء الذين ذكرتهم، لكن من الصعب أيضا لهؤلاء مواجهة إيطاليا. الجميع يجب أن يحترم ما يقدمه المنتخب الإيطالي. أنا قلت الشيء في البداية، الثلاث مباريات التي قدمتهم إيطاليا قدمتهم أمام منتخبات كبيرة، لكن نحن نؤمن بحظوظنا. أنا أقول لك إذا كنت تسألني عن وجهة نظري في أصعب المنتخبات أو المنتخب المرشح للبطولة، سأفاجئك وأقول لك أن منتخب هولندا سيكون الحصان الأسود للبطولة بجانب منتخب بلجيكا. لكن من سيفوز بالبطولة الأوروبية لكن يكون يجب أن يكون لديها الحماس والعزيمة والروح. الأسماء فقط لا تصنع البطولات، إذا كان لديك العزيمة ولديك الروح ولديك القدرة ولديك روح المجموعة على أن تفوز بالبطولة الأوروبية سوف تفوز بهذه البطولة. لكن أنا أحترم الجميع، لكن إيطاليا المفضلة لدي. على هامش البطولة وبالتأكيد في جانب تسويقي لبطولة بحجم بطولة اليورو، يمكن بعد تألق عدد كبير من النجوم سمعنا عن بداية مفاوضات أو أنه في رغبات من بعض كبار الأندية في أوروبا لضم لاعبين بعينهم. هل تتوقع أو هل بالفعل تلقى بعض لاعبي المنتخب الإيطالي اللي تألقوا في المباريات الثلاثة الأولى لعروض من أندية خارج إيطاليا؟ أنا أعتقد أن لوكاتيلي خبر حصري لكم، لوكاتيلي قريب جدا من اليوفنتوس والأمور أصبحت على مشارف النهاية، الأمور تتعلق فقط بانتهاء اليورو ولوكاتيلي خبر حصري لقناة الأهلي. لوكاتيلي في الأسابيع المقبلة سيقوم بتوقيع عقود لنادي اليوفي وسيرتدي قميص اليوفنتوس. لكن بالنسبة للاعبين الآخرين، إنسيني قد يتلقى عرض، لوكاتيلي يعتبر من أكثر اللاعبين التي تلقت العروض من الأندية الأوروبية الكبيرة. بعض الأخبار يمكن اتكلمت عن تلقي بالفعل أو وجود عرض من برشلونة الأسباني لضم نجم منتخب إيطاليا إنسيني، إيه صحة هذه المعلومات؟ بالطبع لورينزو إنسينيا وصل له العديد من العروض، لكن الأمر الأهم بالإنسيني، إنسيني متعلق جدا بنابولي ونادي الجنوب الإيطالي، هو ما زال لديه عام في عقده مع نابولي. العام القادم لورينزو إنسينيا لن يغادر نابولي. صعب جدا لورينزو إنسيني أن يغادر نابولي. جمهور نابولي سيغضب عليه وسيقابل العديد من المشاكل. أنت لا تعلم الأمور في نابولي. نابولي وإنسيني قصة حب كبيرة جدا، إذا انتهت ستكون هناك العديد من الشغب في نابولي. طيب خليني أسيب الكرة يعني لوقت وأروح شوية للإعلام الرياضي، وأنا عارف أنه في أكثر من تجربة استثمارية ناجحة
في الأندية الإيطالية، يمكن تكون أهمها بشكل كبير جدا تجربة الإنتر مع الشركة الصينية أو المستثمر الصيني، واللي أدت لتتويجه ببطولة الكالتشو الموسم ده. يهمني أعرف كمان إزاي استفاد الإعلام الرياضي من التجارب الاستثمارية للأندية الإيطالية بشكل عام. Non ho capito bene la domanda, quello che posso gli investimenti dire è هذا سؤال. شكرا لتقديم هذا السؤال، لأن العديد في هذه الأيام أهملوا الصحافة الورقية وأهملوا الإعلام الرياضي، لكن إذا ما تحدثنا عن الاستثمار، الإنتر استفاد بطريقة كبيرة جدا من الاستثمار الصيني ومن التجارب الأمريكية في روما، استفادوا أكثر، لكن الإنتر كان له نصيب الأسد من الاستثمار الرياضي وأدخل عائد كبير. ولقد رأينا أيضا العديد من الأجانب الذين بدأوا في القدوم إلى إيطاليا، لأن إيطاليا يظهر للعالم أنها دولة فقيرة في المواهب، لكنها دولة غنية جدا في الاستثمار الرياضي. إذا كان لديك بعض الأموال القليلة، إذا جئت إلى إيطاليا سوف تصنع ثروة، وهذا ما قدمه الأمريكان والصينيين. بمناسبة كلامك عن منصات التواصل الاجتماعي، خليني برضو أعرف إزاي تعامل الإعلام الرياضي أو الصحافة الورقية في إيطاليا مع ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع المنصات الرقمية، مع مواقع التواصل الاجتماعي اللي خدت دور رئيسي في عالم الإعلام بشكل كبير. إزاي تعاملتوا مع التحدي ده، وهل قدرتم تتجاوزوه، ولا برضو بتواجهوا نفس المشاكل اللي بتواجهها الوسائل الإعلام التقليدية؟ إذا تحدثنا عن هذا الأمر، أستطيع أن أقول لك أشياء هامة جدا. الصحافة الورقية في إيطاليا هي قد تكون رقم واحد في مستوى الأوروبي، ليس فقط في إيطاليا، في بلادكم أو البلاد الأخرى يقوم الصحفي بأخذ الخبر من الموقع كي يبرزه في الجريدة اليوم التالي. لكن في إيطاليا الأمر مختلف، جميع من يعملون في المواقع الرياضية ينتظرون الصحيفة في أول الأمر وينقلون من الصحيفة. احنا تفوقنا على أنفسنا في هذا العالم، حتى لا تعلم ماذا قمنا به. هناك أشياء ثابتة، وهذا شيء من العادات الإيطالية، وهذه عاداتنا وهذه تقاليدنا. الصحيفة الورقية يجب أن تكون الرقم الأول، وهذا ما شاهدناه مع توتو سبورت ولا جازيتا ديلو سبورت والكورييري. هذه بعض الصحف ستكون دائما على المنصة، وهذا هو المختلف، هم ينقلون منا وليس نحن من ننقل منهم. جويدو فاتشاجو، خليني اسالك يعني واستغل وجودك معايا واسالك عن الظاهره، طبعا كريستيانو رونالدو نجم اليوفنتوس ونجم البرتغال، وازاي بتشوف مردوده او اضافته في بطوله اليورو، وهل تتوقع استمراره مع اليوفي ولا نتوقع انه ينتقل لنادي اخر؟ أنا أقول لك شيئا مهم جدا، كريستيانو رونالدو ما زال قوي وقوي جدا، وسوف يذهب بالبرتغال بعيدا في البطولة الأوروبية. للأسف مستواه مع اليوفنتوس ليس متوقع منه وليس المنتظر بما يقدمه، لكن انتظر كريستيانو رونالدو العام القادم، بطولة أوروبا سوف تساهم بعودة كريستيانو رونالدو لمستواه المعود، والتاريخ سيكتب من جديد مع كريستيانو. جويدو فاتشاكو رئيس تحرير توتو سبورت، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا على شاشة النادي الأهلي في السادسة، وكل التوفيق لمنتخب إيطاليا اللي أنا الحقيقة واحد من مشجعينه. فاصل وهنرجع لحضراتكم على طول.